يعني انا خديتها بتجربه من الناس ومن الناس زعما اللي وصلوا من الكود بهذه الطريقه هذه اللي عملتها انا، وهذا هو الكود اخوتي. هو وهذا جوجل ادسنس، هذا هو الكود وداخل ديالو تما. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ هانيين، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا في الصوره المصغره ديال الفيديو، وصلني الكود الادساس، وهذا بواحد المجهود كبير، واحد التمهره كبيره مع اليوتيوب، انتم عارفين. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ونشرح شي امور اللي بغى يستافد منها تما اصحاب القنوات اللي بغاو يستافدوا منه، بحال اللي عنده العنوان مختلف. انا من الناس اللي عندها يعني العنوان مختلف، يعني العنوان ديال لاكارت ماشي هو العنوان اللي جاني فيه الكود الادسنس، يعني العنوان الساكن مختلف على العنوان ديال البطاقه. هذا من الناس يعني يستافدوا من هذه القضيه هذه اللي بغاو يستافد منها. يعني انا خديتها بتجربه من الناس، ومن الناس زعما اللي وصلوا من الكود بهذه الطريقه هذه اللي عملتها انا، وهذا هو الكود اخوتي. هو وهذا جوجل ادسنس، هذا هو الكود وداخل ديالو تما 6 ديال الارقام. واش نقول لكم اخوتي، بغيت نشارك معكم هاد الكود وصافي. ما هي كلشي كيوصلوا، واللي كيخدم وكيدير واحد المجهود راه يوصلوا الكود ان شاء الله يا ربي. اي واحد الله يسهل على اي واحد اللي مازال ما وصلوش، الله يسهل عليه، واللي مازال غادي يخدم على الشروط حتى هو الله يسهل عليه. كنقول للدراري ولا اي واحد ولا البنات ولا شي اللي خدامين في اليوتيوب، يعني غيخدموا، يعني غيجي واحد النهار يعني غتفعل من القناه ديالهم غيوصلك الكود، غيوصلك يعني الشيء خصو غير شويه الخدمه وشويه ديال الصبر. واي حاجه اللي ما صبرتي فيها، انا خدمت على الشروط ديالي تما بواحد الشرط الاول، يعني هو الالف مشترك خدمت عليها بيدي، والسوايع تما عاونتني فيهم الاخت ديالي والام ديالي، حتى هي عاونتني مسكينه بزاف، عاونتني تما في الاول ديالي كمعايا مسكينه، صورت معاها بزاف في الجبل، بزاف الفيديو وين صورت معاها في الجبل، يعني هي المساند ديالي الواحد، هي الام ديالي، اختي تما كتعاونني تما، كانت عندها التليفون زايد وكانت عندها الواي فاي وكانت كتخدم لي السوايع، وبقات لي واحد 2000 وشريتها ديك 2000، والحمد لله دابا بخير، يعني كملت الشروط ديالي ديال اليوتيوب صافي، دفعت القناة المرجعة، تقبلت في يومين هي اللي تقبلت فيها، والحمد لله هذا بفضل واحد المجهود يتم اللي عملناه، واللي خدم على المحتوى ديالو كامل هذيك. من بعد خدمت على الدولار كنت هنا في طنجة، كنت ما عنديش الوقت بزاف، كاش عندي الوقت بزاف انا نلوح يعني الفيديوين بزاف على ديك الشيء، باش تعطلت شويه في الشهر الثالث، تعطلت شويه بزاف، والحمد لله من بعد كملت ديك العشرة دولار، عملت اثبات الهويه، من عملت اثبات الهويه صافي بدلت العنوان، دخلت الاساس بدلت العنوان بالعنوان ديال الجديد ديال المدينه ديال العائله ديال الاخ ديالي اللي هي تما مسانداني مسكينه من الاولي، صافي وصلني في العنوان ديال المدينه، يعني ام فوا يعني تجيك اثبات الهويه، وافقوا لها على اثبات الهويه، كتدخل ادسنس كتبدل العنوان ديال لاكارت وكتبقي العنوان ديال المدينه. الناس اللي عندهم في البوادي اللي عندهم قنوات اللي ساكنين في الجبال كاملين يعملوا العنوان ديال المدينه، يعني الباديه ما يقدروا يوصلوك ولا ما يوصلك انت وزارك في المدينه تما بالتاكيد غيوصلك. يعني هذه هي الطريقه اللي كاينه، يعني خصك ما يوافقوا لك على اثبات الهويه، كتدخل كتبدل العنوان بعنوان اخر، يعني في الظرف يعني ديك ما وصلك الميساج في الجيميل، خصك ديسا يعني تدخل تبدل العنوان. وهذا اللي كاين اخوتي، واش بغيت نشارك معكم هذا الشيء، والقناه يعني الا ما كانش هذا ما كان حتى شي حاجه، هذا هو لاشين، هذا هو يعني كل شيء. الا ما كانش هذا وحيكون عندك الفلوس في اليوتيوب ما يمكن لكش تسحب، ما يمكن لكش، يعني هذا هو تما هو الكود الرئيسي، هذا هو
باش كيعرفوك القناه ديالك ويعني وفي العنوان ديالك هذا كيصيفطو باش كيعرفوك انت هو المالك الواحد للقناه. والله يسهل على اي واحد ودون الناس اللي كتخدم على الشروط الله يوفقهم، والناس عاود اللي مازال عاد باديه حتى هما الله يوفق ويستمر الانسان يخدم عليها يوصلوا. وكنشكر واحد الانسان واحد الاخت يعني مسكينه من اللولي كان كتبارطاجي لي القناه ديالي باش يطلعوا لي المشتركين وداك الشيء. مسكينه نخلي القناه ديالها هنايا، القناه ديالها نخليها لكم هنايا اللي بغى يدخل لها عندها. هي مسكينه من اللولي كنشكرها بزاف، الاخت جميله الله يرحم لها الوالدين، وبزاف القنوات اخرين كانوا كيبارطاجيو لي الغادي بزاف. واي واحد شكرا لاي واحد اللي بقى كان معنا من اللولي وباقي معنا حتى لدابا حتى شاف الكود، وهذا اللي كاين اخوتي. والمهم هذا تما غير واحد الفيديو كنت جالس هنا قلت راه مبارطاجيه معكم، باش بزاف د الناس كانوا كيصيفطوا لي يقولوا واش مازال ما وصلك الكود مازال، حيت هما كانوا عارفين اني كنخدم على الدولار وكيسولوني واش وصلك الكود ولا ما وصلك. وصلني الكود في الظرف يعني شحال 20 يوم ولا 18 ولا 19 هاي في هاد يعني ما كملش شهر وصل، يعني ما كملش شهر وصلني في العنوان تما اللي هذيك، وكان ضاع هذا العنوان والله الا كان ضاع هذا الكود يعني جابوا حتى الحومه في ساكنه اختي، ولكن حطوه في واحد الدار اخرى، ديك الفاكتور حطوه في واحد الدار اخرى يعني هما عندهم نفس الرقم. وعاد مشات اختي كتسول والمهم اشتاب شي حاجه اللي في الدار عليها تماره، وهذيك سولوا هذيك الفاكتور قالوا له واحد الكود كيفاش فيه، قال لهم نزلتهم في الدار الفلانيه ومشاو كيسولوا تما ولقاوه. الحمد لله ديك الناس يعني ما ضيعوش ديك الناس الحمد لله، ما ضاعش يعني طاح من عند الناس، ولكن المهم الحمد لله ما ضاعش حتى ولا شو كيفاش ولا هكا من اليد لليد وصل حتى وصل اليد ديالي انا كيشوف ضاعي هذا اللي كاين اخوتي. والمهم كنشكر جميع الناس اللي بارطاجاو معايا من القناه وكيخليو ديك ابوني واللي كيخليو ديك المشاهده من الاخر، وتحيه لكم كاملين اخوتي شكرا لكم بزاف. والناس اللي كتخدم بالسوايع وخاصها تشري سوايع، انا كنخدم واحد الدري كنعرفو كيخدم لي السوايع وكيخدم السوايع للابون اللي بغى يخدم السوايع ولا المشتركين، راه كنخلي الواتساب ديالي وكنخلي الانستغرام فيسبوك كنجاوب كلشي وخدمنا القنوات وانا منهم القناه ديالي يعني ما يخافش شي واحد يقول لك لا القناه لا دي يبقى علامه يبقى علامه كاين حتى شي حاجه ماشي قبل ما تتفاعل قبل ما ترتبط بالادسنس يمكن لك تخدم بها كما بغيت الا الى ارتبطت بالادسنس، ما خصها صافي الا ارتبطت بالانسان صافي خصها تخدم شي خدمه اخرى. وهادشي اللي كاين اخوتي. المهم خليتكم على خير، هادشي اللي كاين في الفيديو، وكنشكر جميع الناس اللي كيتابعونا تحيه ليكم كاملين. ولقيتوني خرج لواحد المنظر وترى نشارك معكم من الفيديو. تبارك الله عليكم اخوتي، نشوفكم شي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم والله يعاونكم.